anterior compartment of the thigh قبل ما نتكلم عن الميديال كومبارتمنت اللي هخليه في محاضرة مستقلة. طبعا احنا قلنا الفيمورال ارتري العظيم او الشريان الفخذي العظيم مهم جدا، هو اللي بيعطي الارتيريال سبلاي ذا انتيريور كومبارتمنت اوف ذا ثاي. وكاي ارتري مهم، وحنشوف الكلام ده حتى في منطقة الهيد والنك، حتى في منطقة البلفس، حتى في منطقة الابر لم، مجموعة ارتريز بنركز عليها دائما في الامتحان. وكأي ارتري لازم يكون له بداية beginning، نسميها beginning اللي هي بداية نقطة ميلاد الارتري ده. الارتري ده ممكن يكون كان اسمه كده وجاء في هذا المكان اتحول وصار اسمه شيء اخر، فبنسمي الحكاية دي beginning، وبنسمي انه ليه كورس بسيط ممكن يعني مطلوب او غير مطلوب، وبعدين في نهاية بنسميها الاند، وبعدين في branches، بعدين في branches. طبعا بعض الأحيان بناخد relations لو كان شيء مهم زي الفيمورال artery طبعا مهم فبناخد فيه. عارفين يا جماعة، بس أبغى أقول لكم شيء على الفيمورال artery. عارفين الناس اللي بيعملوا قسطرة وبيوصلوا بالكاثيتر للهارت للشرايين القلب التاجية عشان يعملوا لها توسعة أو يحطوا لها دعامات، بيدخلوا من الفيمورال artery العظيم في منطقة الفيمورال triangle. دول جراحين طبعا، اوكي جراحين هم عارفين شغلهم، لكن بس عشان بقول لك خطوره الفيمورال ارتري وخطوره النزيف من الفيمورال ارتري في حاله القسطره، ان هو بيدخل بالقسطره بالسلك من الفيمورال ارتري وبيمشي عكس يعني العكس، فهيطلع على الابدومينال اورتا، من الابدومينال اورتا ثوراسيك اورتا، وبعدين يوصل للكورونري فيزنس حقة الهارت، تعمل لها توسيع أو حاجات زي كده. بعد ما بيشيلوا، لأنك أنت بتلعبي مع أرتري وأرتري عظيم، مش فين، مش سوبرفيشال فين صغير زي الفينز اللي بنسحب منها الدم في مثلا في الكبد الفصي في منطقة الكوع وبعدين بقول لك أتني إيدك شوية خلاص يوقف النزيف. No, this is artery. وأرتري عظيم، أرتري فتحته زي المنصورة زي اللي هي الصغير، يعني لو ما انقفل حيفضل الإنسان ده ينزف حتى الموت، حتى الموت. فلما بيعملوا لهم القسطرة بيقعد الدكتور ضاغط ضغط شديد بإيدينه كده الاثنين على منطقة الفيمورال آرتري اللي فتح فيها الكاثيتر الصغير ده حوالي من ربع ساعة إلى نص ساعة، وبعدين بيحطوا كيس رملة على المنطقة دي عشان يكون تقل على الارتري، طبعا بعد ما يتأكد تماما انه لا في نزيف ولا في شيء، وبنحط البيشن في العناية المركزة under close observation وقليلا وما يتحرك، ويربطوه بضمادات قوية جدا pressure bandages، كله ده عشان الفيمورال ارتري، عشانك مسكت الفيمورال ارتري، انت ما انت ماسكة فين، يعني حتى اللعب مع الفيمورال فين خطير، فما بال مع الفيمورال ارتري، الشرايين ما فيها لعب، ما بال لما تشتغلي مع ارتري عظيم زي الفيمورال ارتري، يستحق انك تعرفي عنه كل شيء. نرجع لكلامنا، اي ارتري ممكن يتعطى فيه السيل لو كان كبير، يبقى حتكلم عن البيجينينج اوف ذيس ارتري، حتكلم عن الاند اوف ذيس ارتري، حتكلم عن البرانشز اوف ذيس ارتري. نيجي نشوف بداية الفيمورال artery اللي هي beginning. It enters the thigh by passing behind the inguinal ligament اللي هي بالتحديد the midpoint of inguinal ligament as a continuation of external iliac artery. يبقى مهم جدا هنا أعرف إنه هو أصلا كان external iliac artery، ولما نعدى في منتصف ال mid اللي هي بنسميها ال mid inguinal point، منتصف ال inguinal ligament، صار اسمه femoral artery في الفخذ. تعالوا نشوف الصورة الرائعة دي، لازم أرجع على ورا عشان أفهم إيش صار هنا. أرجع على ورا، حلو، ده الأورطة، abdominal أورطة انقسم لاثنين كبار، واحد يمين واحد يسار، اسمه إيه اليمين واليسار؟ اسمه common iliac artery، common iliac artery. So we have right common iliac artery, left common iliac artery. بعد كده each common iliac artery هينقسم لاثنين، واحد يدخل على البلبس بنسميه internal iliac artery، واحد على برا بيخرج بنسميه external iliac artery.
طيب الاكسترنال اليك ارتري ده لقى البوابة حقتنا اللي احنا سميناها الانجواين الليجامنت اللي ماسك البيوبيك تيبركل بالانتيريور سوبيريور اليك سباين، لقى البوابة دي يروح يعدي من تحتها. مين اللي عدى؟ اللي عدى الاكسترنال اليك ارتري. اول ما عدى من البوابة لقى نفسه في الفخذ في منطقة الثاي في منطقة الفيمر، اصبح اسمه فيمورال ارتري، وده حنشوفه كتير في جزئية الأبر وفي جزئية اللور، وهو تغير أسماء الأرتري أو الفيزلز بحسب المنطقة اللي هو فيها. بس هو في النهاية الفيمورال، إذن هو الفيمورال كان external iliac artery. فالله يرضى عليكم، الموضوع ده جدا مهم. وشوف النقطة اللي نزل منها، ما نزل من هنا، ما نزل من هنا، ما نزل من هنا في الانجوينال بوين. اختار الميد انجوينال بوين وهو منتصف الانجوينال ليجمنت، ميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت، يعني النص بالضبط الانجوينال ليجمنت، وراح نازل كانما هو هنا كان اكسترنال ايليك ارتري، كان لابس عبايه، خرج هنا فسخ العبايه صار اسمه فيمورال ارتري، بس هو نفس الارتري، نفس الكونتينويشن، نفس كل حاجه. المعلومه دي فيري 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 امبورتنت، وحطي تحتها ثلاثه نقاط، ثلاث شخوط حمراء. إذا لما أجي أتكلم عن الـ beginning of أي artery وخاصة artery عظيم زي الفيمورال artery، يبقى لازم أتكلم عن نقطة الميلاد وهو إيش كان وإيش صار. أقوم أقول إنه دخل الثاي by passing behind the inguinal ligament وبالتحديد الـ midpoint of inguinal ligament as a continuation of external iliac artery، يعني كان اسمه external iliac artery وكمل في الفخذ وصار اسمه femoral artery العظيم. And it is the main arterial supply to lower limb، ومن هنا تكمن أهميته. It descends almost vertically toward adductor tubercle of the femur، متجه ناحية الادكتور tubercle of the femur، وحنشوف الكلام ده ليش. هذه المعلومة يعني مش مهمة كجزء من الكورس. طيب نشوف النهاية، نهايته end، مات فين؟ It ends at adductor hiatus in adductor magnus، ودي حنتكلم عليها المحطة الثالثة في حياة الفيمورال فيزلز، وهي الادكتور هياتس. مبدئيا اعرفيها ان هي الفتحة اللي موجودة في التندون تبع الادكتور ماجنس مثلا، وبعدين ينتهي هناك ويدخل في البوبليتيال سبيس ويصير اسمه هناك بوبليتيال ارتري. يبقى ما صار في شيء اسمه بوبليتيال، ما صار اسمه شيء، ما صار في شيء اسمه فيمورال ارتري. اول ما دخل البوبليتيال سبيس، طب واحده تقول لي يا دكتور هو فين البوبليتيال سبيس؟ دي فوسة، حتنشرح لواحده مهمه باوندريز بوول بكونتنت اسمها بوبليتيال فوسة، محل اسئله مره كثير. فين موجودة مبدئيا عشان تتخيلوا معايا؟ حط يدك أو حط يدك في behind your knee، هتلاقي حفرة كده behind the knee، تلاقي حفرة كده مليانة دهون. This is called popliteal fossa. يبقى نهاية الفيمورال artery وصل الحمد لله للpopliteal fossa وصار اسمه popliteal artery. إذا كان external iliac artery خرج في الثاي صار اسمه femoral artery، راح في البوبليتيال فوسا صار اسمه بوبليتيال ارتري. في النهاية كله ارتري واحد متصل ببعضه، لكن اتغير اسمه بحسب المنطقة اللي جاء فيها. هذه هي الادكتور هياتس او الفتحة اللي موجودة في التندون حق الادكتور ماجنس، ورجاء أن الله يرضى عليكم لما اقول لك الادكتور هياتس موجودة فين، لا تقولي لي موجودة في الادكتور لونجس، لا تقولي لي موجودة في الادكتور بريفس، لا تقولي لي ولا شيء، قولي لي موجودة في التندون اوف الادكتور ماجنس مثلا، لانه انت عندك ثلاثة ادكتورز، عندنا ثلاثة ادكتورز لونجس وبريفس وماجنس. الهياتس او الفتحة اللي بيعدي منها الفيمورال فيزلز موجودة في التندون حق الماجنس فقط. And this is very important anatomically and also for the MCQ. تعال نشوف relations of the femoral artery. حقيقة أنا أحب أدرس relations لأنه هذا artery مهم، فمهم نعرف عنه يعني relations حقته.
anteriorly يعني ايش اللي بيغطي الارتري ده superficial fascia covered by skin and deep fascia ابدي superficial fascia وdeep fascia مغطية المنطقة دي على طول inferiorly تحت الارتري ده هيكون عندك sartorius inferiorly covered by sartorius طبعا في منطقة الدكتور كانال يقصد هنا طيب posteriorly الارتري ده او الفيزل الفيمورال ارتري ده نايم على ايه نايم على الفلور حق الفيمورال ترانجل اللي هي قلنا سيوس بيكتينيس الدكتور لونجس سيوس بيكتينيس الدكتور لونجس ميديالي للارتري فيمورال فين احنا قلنا الفيمورال فين از لاترال تو فيمورال ارتري فيمورال فين فيمورال فين is lateral to femoral artery يبقى sorry femoral nerve is lateral to femoral artery femoral nerve is lateral to femoral artery اهو femoral nerve and its branches بيكون lateral والاثنين دول قلنا في الfemoral sheath يبقى عندك الfemoral vein is medial to the artery والfemoral nerve is lateral to the artery again femoral vein is medial to the artery لأنه هو ماسك هو في intermediate compartment خلاص حق الفيمورال شيت وقلنا إنه الفيمورال نيرف is lateral لكل الشيت لكل الشيت بما فيها الفيمورال artery طبعا أنت عندك هنا midline of the body and this is the most medial compartment اللي هو حق الفيمورال canal سهلة تعالوا نشوف البرانشز خلاص ودي آخر حاجة في موضوع اليوم هو علينا في medial side of the thigh طيب نروح بعد كده للبرانشز حقة الارتري العظيم ده في عندنا هنا ثلاثة برانشز سطحية بنسميها ثلاثة superficial خلاص واحد عميق مين الثلاثة superficial اللي طالع من الفتحة حقة السفنس opening واحد اسمه شوف الاسم كيف superficial circumflex iliac وده رايح متجه ناحية anterior superior iliac spine بيخرج من الفتحة حقت السفنس opening superficial circumflex iliac واحد اسمه superficial epigastric artery وده بيروح للامبلايكس يعني السرة ناحية الامبلايكس region واحد اسمه superficial external بيودندل superficial external بيودندل artery رايح للskin of the scrotum والscrotum هو عبارة عن كيس الصفن اللي بتكون في testis عند الذكور اسمها scrotum كيس الصفن والtestis أنا أقصد بها الخصية إذن عندك superficial circumflex iliac superficial epigastric artery superficial external pudendal artery لاحظ ايش الشبه بينهم انه كلهم superficial كلهم superficial يعني ممكن يكون فيهم deep لكن ما هو جاي من الفيمورال artery هل مهم اني انا احفظ اسماء الارتريز دي نعم يجب ان تحفظي اسماء الارتري دي انهم يلعبوا لك فيها في الام سي كيوز في واحد كمان بس يعتبر deep اللي هو اسمه deep external pudendal artery deep external pudendal من اسمه deep يعني متجه عميق الله ما احنا دوبنا شايفين superficial external pudendal الوحيد اللي فيه منه superficial وdeep هنا طالعين مع بعض من الفيمورال اسمه اللي هو external pudendal فأصبح عندك superficial external pudendal deep external pudendal لكن ما عندنا deep epigastric ولا deep circumflex iliac فخلي بالك الرقم خمسة كبرانش مهم جدا من البروفا من الفيمورال اسمه ايه احفظ الاسم ده زي اسمك بروفاندا بروفاندا فيموريس ارتري بروفاندا فيموريس ارتري وده يعتبر برانش جدا مهم وحناخده لوحده هنا دحين انا هتكلم عنه وبعدين حرشة بروفاندا فيموريس يعتبر large important branch والرايزز من lateral side of the femoral artery يعني ايش؟ يعني امسك الفيمورال artery كده وارفعه شوية الاقيه هو خارج من lateral side مش من medial side ولا anterior ولا posterior ويروح passes يطلع من lateral side ويروح يعدي medially behind the femoral vessels وبيدخل medial facial compartment of the thigh يروح داخل او شوفي متجه ناحية الميديال
facial compartment of the thigh. هذه ايه؟ البروفاندا فيمرس. بروفاندا فيمرس ارتري. البروفاندا فيمرس ارتري بيعطي two branches. بيعطي هو بينتهي، هنشوف نهايته ايش اقصد انا بالنهاية دي. هو بيعطي ميديال اند لاترال فيمرال سيركمفلكس. وسيركمفلكس يعني دوران، يعني محيطي، يعني بيلفوا حوالين الـ A النك اوف ذا فيمر. ميديال واحد من الامام وواحد من الخلف. فبنقول انه احنا عندنا هنا ميديال فيمرال سيركمفلكس ولاترال فيمرال سيركمفلكس. خلاص بدل لاترال من الامام والميديال بيلف من الخلف وبيلف حوالين الـ A النك اوف ذا فيمر. إذا دي اثنين برانشز بيعطيهم. خلاص طيب، ودي اول ما يطلع البروفاندا فيمرس. بعدين بيعطينا ثلاثة بيرفوريتنج، ثلاثة بيرفوريتنج، لاحظي واحد اثنين ثلاثة، وهو ينتهي الرابع. عشان كده قلنا end by becoming the fourth perforating artery. end by becoming the fourth perforating artery. perforating يعني deep، هذه deep رايحة على posterior compartment of the thigh. perforating سموها. فهذه البرانشز اهو، شوفي هنا again this is البروفاندا، اكبر واحد. لو قلت لك ايش اللارجست برانش اوف فيمورال ارتري تقولي لي البروفاندا. البروفاندا اهو بلا منازع، بروفاندا ارتري اهو بينقسم بيدينا الانتيريور فيمورال سيركمفلكس او ميديال اند لاترال فيمورال سيركمفلكس، ويدينا ثلاثة بيرفوريتنج، واحد اثنين ثلاثة، وهو بينتهي as fourth perforating branch. as fourth perforating branch وبينتهي بيروح ناحية الميديال كومبارتمنت اوف ذا ثاي. اذا هو احنا قلنا بيدخل الميديال فيشال كومبارتمنت اوف ذا ثاي، وبيصير بعد كده الفورث بيرفوريتنج ارتري. فورث بيرفوريتنج ارتري اهو. اذا اعطى ثلاثة بيرفوريتورز وانتهى هو على انه هو يصير الرابع. هذه البرانشز حقت البروفاندا فيمرس، وادي فتحة السافينس اوبننج الحلوة دي اللي موجودة قلنا زي النافذة فوق الفيمرال فيزلز، تحت موجود طبعا في الفيمرال ترانجل. وادي السوبرفيشال فيمرال سيركمفلكس، سوبرفيشال ابيجاستريك ارتري، سوبرفيشال اكسترنال بيودندر، الثلاثة الصغار الحلوين اللي طالعين من الفيمرال ارتري من فتحة السافينس. وطبعا شوفي كل ارتري معاه فين، كل ارتري معاه فين، كل ارتري معاه فين، وكلهم في النهاية بيعتبروا تريبيوتريز للفيمورال فين، وكل ارتري يحمل اسم الفين اللي جنبه. وده مين؟ ده الجريت سافينس فين اللي سمينا الفتحة باسمه سافينس اوبننج، رايح عشان ينتهي فين؟ برافو عليكم، في الفيمورال فين العظيم. نوقف الين هنا، نبدأ المحاضرة الجاية إن شاء الله بالفيمورال فين والهياتس اوبننج. اتمنى لكم كل التوفيق.